تعالوا نبدأ أهم الأحداث والقضايا باللقاء المهم جدا اللي عقده الرئيس السيسي اليوم مع نظيره الفيتنامي في إطار انفتاح مصر لتنمية علاقاتها بكل دول العالم. اللقاء حتى تم الإعلان فيه وفي المؤتمر الصحفي عن اتفاقات سياسية واقتصادية في غاية الأهمية، والرئيس السيسي تحدث أيضا عن التعاون العسكري، والرئيس الفيتنامي تحدث عن أمانيهم في تطوير التبادل التجاري بين البلدين. السيدات والسادة، لقد عقدت وفخامة الرئيس جلسة مباحثات مثمرة ومتميزة تناولت سبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلا عن التعاون في إطار المؤسسات الدولية، واستعرضنا القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناولت هذه الجلسة بحث تدعيم العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وسبل مكافحة الإرهاب وفتح الأسواق الفيتنامية أمام الصادرات المصرية، وكذلك تنشيط التبادل السياحي والثقافي بين البلدين. ولا يفوتني في هذا السياق أن أشير إلى ما لمسته من اتفاق بين توجهات دولتين على تحقيق الاستقرار والأمن والسلام، وما توليه كل من مصر وفيتنام من أولوية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار فإنني أؤكد لفخامة الرئيس تران داي كوانغ الاهتمام الذي نوليه لدعم علاقاتنا مع فيتنام لما لها من ثقل إقليمي بارز وإمكانيات كبيرة، كما أؤكد لفخامته تقديرنا لدعم فيتنام انضمام مصر لاتفاقية الصداقة والتعاون مع رابطة الإسيان، تلك الخطوة التي ستساهم في دفع العلاقات مع دول الرابطة إلى آفاق جديدة وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات والاستفادة من تجارب تلك الدول التنموية الرائدة. كما أعرب لفخامة الرئيس عن ترحيبنا بتكثيف التعاون والتنسيق مع دولة فيتنام خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 بما يحقق مصالح بلدينا والقارتين الأفريقية والأسيوية. قمنا بالتبادل الآراء حول جميع المجالات في العلاقات بين الدولتين، واتفقنا على اتجاهات وسبل الدعم والتعزيز العلاقات في المجالات المختلفة، منها السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم والدفاع الأمن. ونعتبر التعاون في الاقتصاد بأساس لتعزيز التعاون الثنائي بشكل جوهري وأعمق. بالنسبة إلى العلاقات السياسية، اتفقنا على مواصلة تقاليد الصداقة الطيبة تأكيدا للدعم والمساعدة متبادلة من أجل التقدم والازدهار للشعبين وللسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. واتفق الجانبان على تعزيز الثقة السياسية من خلال مواصلة تبادل بشكل دائم الأفود ورفيع المستوى، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاعية والأمنية والتبادل بين الشعبين خاصة في سنة 2018، والتنسيق في المحافل الدولية خاصة في الأمم المتحدة، والتعاون جنوبي وحركة عدم الانهياز ومنظمة الفرنكوفونية. شكرا فخامة الرئيس. سين كام ارن. ده من أهم الأحداث اللي تابعناها اليوم، لأن انفتاح مصر في علاقاتها مع كل دول العالم ينعكس علينا سياسيا واقتصاديا، وبيؤكد الدور المصري دايما أنت بتكتسب أهميتك أيضا بحجم تأثيرك في المحيط الخارجي أيضا.
وده اللي وضح من خلال لقاءات الرئيس السيسي بعدد كبير من قادة العالم.